هو المكتب المركزي الفيدرالية الديمقراطية للشغل اليو اليوم في اجتماعه أخذ قرار اللي قرار سيسم سي المرحلة لأنه قرار في نظرنا قرار جريء وهو ردا على ما تدول وما يروج حوله مخرجات الحوار الاجتماعي، الحوار الاجتماعي اليوم نسمع بانه في الايام القليله القادمه سيتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومه وارباب العمل والمركزيات النقابيه ولكن على قاعده ما رايناه وخاصه ما يتعلق بالشق المادي اللي هو 400 درهم و500 درهم على ثلاث دفعات. نظرنا وعبرنا عليه من خلال الاعلان على مسيره احتجاجيه وطنيه يوم الاحد 28 ابريل 2019 وهو عبرنا عليه بانه هذا الشق المادي لا يرقى اطلاقا الى ما تنتظره الطبقه العامله المغربيه فلا يوازي حتى الاقتطاعات اللي تمت في التقاعد ولا الزيادة اللي تمت في الاسعار ولا في المحروقات ولا في الضرائب وبالتالي تم سنوات عجاف عاشتها الطبقه العامله لن تسمنها ولن تغنيها من جوع 400 درهم و500 درهم اليوم احنا قررنا انه هل هذا الوضع ديال الزيادات اللي قبلتها المركزيات النقابيه وكذلك بالاضافه لحقوق الحريات النقابيه اللي كتعرض للدهس يوميا كذلك بالإضافة للوضع في قطاع التربية التكوين اللي مازال الساحة مشتعلة سواء من طرف الأساتذة المتقاعدين المتعاقدين أو من طرف الأساتذة اللي مفروض عليهم التعاقد في حق الأمر وكذلك فئات أخرى بالتعليم الزنزانة الساعة ضحايا النظامين حامل الشهادات المبرزين أو يعني كلهم واخذين أسبوع ديال الإضراب 22 لمدة أسبوع و نقول باننا سنوقع اتفاق وسنحتفل بفتح ماي. بالنسبه لنا ليس هناك ما يدعو للاحتفال، بالعكس هناك ما يدعو للقلق، يدعو لليأس، وليس هناك ما يدعو للتفاؤل. لذلك احنا في المركزيه نقول سنحتج ولن نحتفل، سنحتج يوم 28 ابريل في بالرباط في مسيره احتجاجيه وطنيه وسنحتج. قبل فاتح ماي وبعد فاتح ماي من خلال الاتحادات المحليه التي تاخذ وقفات احتجاجيه ومسيره محليه وجهويه ولكننا لن نقف للاحتفال يوم فاتح ماي سنقاطع يوم فاتح ماي ونعتبره يوما ديال الحداد وليس يوما ديال الاحتفال